بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بقى مع آخر محاضرة في المذكرة الأولى، وهي حاجة اسمها مارجن هيمرج، اللي هو النزيف اللي بيحصل نتيجة البلاسينتا الموجودة في مكانها الطبيعي، بس جزء من الحرف حصل له انفصال فحصل بليدنج. فيعني ايه مارجنال هيمرج؟ يعني بليدنج، يعني النزيف جاي من الإيدج، جاي من الحافة أو الحرف بتاع نورمالي سيتويتد بلاسينتا، في بلاسينتا موجودة في موقعها الطبيعي بعد 28 أسبوع من الحمل. يعني بعد 28 أسبوع من الحمل لو حصل النزيف ده، وشوف ايه سببه. لو لقينا سببه ان جزء من البلاسينتا الطرفي بتاعها حصل له انفصال فنتج عنه بليدنج، فبنسميها مارجنال هيموج. ازاي برضه يا دكتور؟ عندي ادي البلاسينتا اهي، تمام، دي البلاسينتا، حلو، اللي قدامك دي، حصل ايه؟ حصل ان جزء الطرف ده او الطرف ده انفصل عن جدار الرحم، طلع لبره شويه، فما طلع لبره شويه نتج عنه تهتك في جدار بطانه الرحم وعمل نزيف، تمام؟ تمام، دي اسمها المارجنال ايه؟ مارجنال بليد. طيب ايه الاسباب بتاع ايه الكلينيكال بيكتشر، يعني الاعراض؟ الاعراض شبه البلاسينتا بريفيا بالظبط. اول حاجه قال لك الاعراض شبه البلاسينتا بريفيا، ماشي يا عم الحاج. السيمتومز يعني الاعراض اللي هتيجي بيها العيانه، اول حاجه فاجينال بليد، هي ديت اهم عرض بيجي لك بالعيانه، سواء بلاسينتا بريفيا، سواء بابروبشو بلاسينتا، سواء مارجنال هيمورج، كده كده العيانه بتجي لك ببليدنج. شوف بقى انت نوع النزيف ده ايه. طيب تاني حاجه الساينز، ساينز اللي هي الاعراض العامه اللي الدكتور بيشوفها، بيعمل لها ايه؟ طبعا اللي احنا عارفينه بقى، جنرال اكزامينشن، ابدومينال اكزامينشن، جنرال اكزامينشن. طيب قال لك الجنرال اكزامينشن، قال لك الحاله العامه بتتناسب مع كميه البليدنج، تتناسب طرديا مع كميه، يعني كميه النزيف اللي بتحصل اثناء الحمل. يعني دلوقتي الست فقدت مثلا مثلا لتر دم، فانت عارف ان اللتر دم ده هو خارج منها، لان الايدج ديت، تمام، اول ما الايدج دهيت اول ما بيخرج منها ده بينزل على طول لتحت. دي عكس مين؟ عكس الابروبشو بلاسينتا. الابروبشو بلاسينتا كان اللي بيحصل ان جزء من النص من البلاسينتا هو اللي بيطلع، فالدم بيحتجز هنا، عشان كده كان بيبقى لونه ايه؟ زي ما قلت لك لونه ايه؟ لونه غامق، تمام. فايه اللي بيحصل؟ ان هنا جزء من البلاسينتا بينفصل، فما بينفصل يحصل له ايه؟ النزيف ينزل. ده عكس مين؟ عكس الابروبشو بلاسينتا. قال لك هنا الحاله العامه بتتناسب مع كميه الدم اللي بتنزل من الست. ديت عكس مين؟ عكس مين؟ الابروبشو بلاسينتا. الابروبشو بلاسينتا اللي هي دي، كان قال لك ايه؟ قال لك ان الحاله العامه بتاع الست ديت فيها مشكله اهي. قال لك ايه؟ قال لك ان الشوك بتحصل نتيجه ايه؟ از ماركتلي اند نوت بروبوشنيت، يعني مش بتتناسب مع كميه الدم اللي موجوده او اللي انت شفتها بعينك. ليه مش بتتناسب مع كميه الدم اللي انت شفتها في عينك؟ لان في دم لسه محتجز جوه. يبقى المارجنال هيموريدج يعني النزيف جاي نتيجه الحافه، لكن الابروبشو بلاسينتا نزيف جاي نتيجه حته من النص كده انفصلت، فلسه في شويه دم موجودين هنا وفي شويه دم نزلوا، فشويه الدم اللي نزلوا ده اللي انت شايفهم بعينيك، لكن في لسه شويه دم محظورين جوه. ده النوع الايه؟ ده النوع الابروبشو بلاسينتا. لكن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي بيحصل ان الحافه بتنفصل، اول ما الحافه بتنفصل فالدم بينزل. هل في دم محجوز هنا؟ لا، مفيش دم محجوز، عشان كده كميه الدم اللي بتتفقد تتناسب طرديا او تتناسب مع الدم اللي انت شايفه بعينيك. طيب تاني حاجه بتعمل لها ابدومينال اكزامينشن، شبه الابدومينال الاكزامينشن بتاع بلاسينتا بريفيا. تالت حاجه بتعمل لها فاجينال اكزامينشن، برضو بنعمل الفحص عن طريق المهبل، نفس الاحتياطات اللي احنا بنعملها في البلاسينتا بريفيا هنعملها هنا في المارجنال هيموريدج اللي احنا عملناه في البلاسينتا بريفيا بالظبط. ايه الاحتياطات دي يا دكتور؟ الاحتياطات ايه اللي هم اربعه اللي احنا قلنا عليهم وزهقانين منهم بقى لنا 3 فيديوهات او 3 محاضرات. طيب قال لك زيرز ايه؟ هتلاقي طبعا فاجينال بليدنج، هتلاقي نزيف طبعا موجود، انك لو السيرفس تمام، السيرفكس مفتوح، البلاسينتا از نوت فيلت، يعني لو البلاسينتا جنب مفتوحه، السيرفكس مفتوح، البلاسينتا يعني المشيمه مش هتعرف ايه، مش هتعرف تحسها. طيب دي شويه اللي هي اعراض. طبعا المارجن بلاسينتا انا ما بديلهاش اهتمام قوي زي البلاسينتا بريفيا. طبعا بص عشان تفهم البليدنج الايرلي، هات من اول حته البليدنج ليه بليدنج، اول حاجه ديفينيشن تعرفه والكلاسيفيكيشن ده مهم. طيب ايه اللي يهمني بقى؟ البلاسينتا بريفيا دي اهم موضوع فيهم، تاني اهم موضوع فيهم الابروبشو بلاسينتا دي. المعلم اللي المارجن بلاسينتا ده عايزك بس تحفظ لي الديفينيشن ده مهم، الباقي ده كله بقى ايه؟ يعني شبه بلاسينتا بريفيا يعني ملوش لازمه، اهم حاجه بس تعرف ان كميه الدم اللي بتنزل قدامك هي كميه الدم اللي بتطلع. طيب الفحوصات اللي انت بتعملها، تعمل لك الترا ساوند، تعمل لك ايه؟ سونار. السونار ده هيشوف لك ايه؟ هيوري لك ان البلاسينتا في موقعها الطبيعي، موجوده في الحته اللي فوق من الرحم، ويز نو ريترو بلاسينتا نوتوما. خلي بالك من دي، يعني ايه؟ يعني مفيش اي دم محتجز جوه، مفيش اي كلكيات دم محتجزه جوه. ليه؟ لان ده مش ابروبشو بلاسينتا. الابروبشو بلاسينتا بيبان فيها ريترو بلاسينتا هيماتوم، اللي هي النوع ده. خلي بالك احنا بنتكلم على نوع تاني اللي هو الابروبشو ده ايه؟ بتلاقي فيه هيماتوما كده، بليدنج محتجز جوه، محظور جوه. عكس مين؟ عكس المارجنال هيموريدج.
ده ايه؟ قال لك ما بتلاقيش، مش بتلاقي، خلي بالك من كلمه مش بتلاقي دي، مش بتلاقي ريترو بلاسنتا هيماتوما، يعني تجمع دموي ورا البلاسنتا. طيب ايه العلاج؟ العلاج شبه ات الهوم وات الهوسبيتال. ات الهوم شبه البلاسنتا بريفيا، ات الهوسبيتال برضو شبه البلاسنتا بريفيا برضو، بس من بنعمل حاجه برضو، قال لك اسيسمنت، اسيسمنت بنقيم وتعمل انعاش وتعمل ايه الترا ساوند. تمام، نفس نشوف بقى برضو الست هي مش في الولاده ولا في الولاده، نفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط بالظبط في البلاسنتا بريفيا هو الكلام اللي هنا، عشان كده بقول لك ان المارجنال هيموريد شبه البلاسنتا بريفيا. هات التريتمنت كده بتاع البلاسنتا بريفيا اهو، الجزء ده اهو اف از نوت ان ليبر، بنشوف دي، نشوف كميه الدم عامله ازاي ونطبق الكلام اللي انت ده، هو هو اللي احنا نوراه تحت بالمل بالحرف. عليك لو الست مش في الليبر شوف كميه البليدنج، لو البليدنج كتيره على طول سيزيريان سكشن، او قليله تشوف هي كملت ال 37 ويك ولا لا. لو كملت 37 ويك انهي الحمل، لو ما كملت 37 ويك اديها علاج الاول لغايه اما تنهي ال 37 ويك، وبعدين انت ايه تولدها وهكذا. تمام تمام طيب البيشنت از نوت از ان ليبر على طول، ده اول حاجه مولدها على طول، يا اما طبيعي يا اما كسر. فالعلاج اللي انت هتقراه في البلاسنتا بريفيا هو هو العلاج بالظبط بتاع المارجنال هيمورج. فالمارجنال هيمورج دي عباره عن ايه؟ زي ما يكون كده اعاده للبلاسنتا بريفيا، زي ما يكون هنا كده نفس الكلام بتاع البلاسنتا بريفيا مع اختلاف الديفينيشن الايه؟ التعريف بس. فانت لا تحفظه هنا زي اللي هتحفظه في البلاسنتا بريفيا. طيب نيرسينج مانجمنت اوف ابروبش بلاسنتا بقى كده خلاص، مارجنال هيمورج خلصناه. خش بقى ازاي تتعامل مع عيان عندها ابروبش بلاسنتا. قلت لك ابروبش بلاسنتا دي يعني ايه؟ يعني في البلاسنتا موجودة في موقعها الطبيعي بس حصل انفصال كلي أو جزئي للبلاسنتا. طيب أول حاجة assessment findings، يعني أنت هتلاقي حاجة أثناء التقييم، إيه اللي هتلاقيه؟ هتلاقي severe abruption placenta may produce such complication، يعني ممكن تلاقي شوية complication، شوية مضاعفات جاية نتيجة الأبروبشن بلاسنتا دي. إيه المضاعفات؟ أول حاجة ممكن يحصل فشل كلوي، ممكن يحصل جلطات في الرجل اسمها disseminated intravascular coagulation، ممكن يحصل إن الأم أو الواد يموت، فدي حاجات ممكن تحصل، دي complication ممكن تلاقيه. طيب ايه كومن كلينيكال مانيفيستاشن، ايه الاعراض الشائعه اللي انت بتشوفها؟ اول حاجه انتنس ولوكالايز وترامبين، في وجع شديد جدا، والوجع الشديد ده موجود في اليوترس ولوكالايز، لوكالايز يعني موجود في حته معينه في الرحم، ويز اور وزاوت فاجينال بين، والوجع ده مع يا اما معاه نزيف من المهبل او مش معاه على حسب، فيمكن يبقى معاه او مش معاه. طيب كونسيلد اور اكسترنال دارك ريد، كونسيلد يعني في دم محجوز جوه اسمه كونسيلد، او الدم خارج بره، يا اما دم جوه يا اما دم بره او الاثنين، في دم محظور جوه وفي دم بيطلع بره. فقال لك ايه كونسيلد؟ يعني مختفي، يعني انت مش شايفه بعينك، او دم بيطلع بره انت شايفه بعينك، والدم ده اهم حاجه اللي هو لونه دارك ريد احمر غامق. طيب اليوترس الرحم يبقى فيرم بقى ناشف، طول بورد لايك عامل شكل سطح البورد، يعني سطح الايه زي ما يكون كده مكتب او حاجه، والسيفير كونتينوس بين، وجع شديد جدا في الرحم، يوتراين كونتراكشن تها فين قوازات في الرحم، اليوتراين اوت لاين بوسيبلي انلارجد اور تشينجينج شيب، يعني الحواف بتاع اليوترس اللي هو الرحم يعني بتبدا ان هي تكبر، وممكن كمان شكله يختلف، شكله بيبقى غريب بيتغير. الفيتال هارت ريت يعني ضربات قلب الولد مش موجوده، موجوده او مش موجوده على حسب هو عايش او ميت، او حتى لو هو عايش حصل له ديستريسد يعني حصل له نقص في الاكسجين ولا لا. الفيتال بريزنتنج بارت يعني الجزء اللي نازل بيه الولد ممكن مي بي انجيجد، يعني ممكن يبقى نازل في الحوض ولا لا. قلت لك انجيجمنت يعني هو نازل في الحوض، لو نزل في الحوض بنسميه انجيجمنت او انجيجد، لو مش نازل في الحوض بنسميه نون انجيجمنت. يبقى ديت بعض او ديت الاعراض الشائعه اللي بيجي لك بقى ست اللي عندها ابروبشن بلاسنتا. هنسيبك بقى من مارجن هيمورج ده، يعني بنتكلم في الابروبشن بلاسنتا دلوقتي اللي هي دي، ايه الاعراض الشائعه جدا اللي بيجي لك بقى ست، وايه هي المضاعفات؟ اول حاجه اتكلمنا عن المضاعفات، بعد كده الاعراض الشائعه اللي ممكن نجيبها الست. طيب ده اول حاجه ايه اسسمنت فايندنج، يعني انت بتقيم الست بلقيت فيها ايه. طب لابوراتوري اند دايجنوستيك ستادي دي فايندنجز، بتعمل بقى فحوصات في المعمل وفحوصات تشخيصيه ازاي؟ اول حاجه بتعمل الترا ساوند، طبعا الترا ساوند ده مهم جدا في اي ست حامل، فالترا ساوند مي بي ايبل يعني قادر ان هو يعرف الاكستنت اوف ابروبشن، يعرف مدى الابروبشن، مدى النزيف اللي حصل او مدى انفصال البلاسنتا عن جدار الرحم، يشوف قد ايه. طبعا السونار هو اللي بيوضح، ويقول لك ومع ذلك ابسنس اوف ان الترا ساوند فايندنج، يعني لو انت عملت السونار وما لقيتش حاجه
دونت رول اوت او دازنت رول اوت، يعني ده مش بيستبعد وجود ابربشن. يعني انت اول انت عمال جبت ست وعملت لها السونار ولقيت عندها ابربشن بلاسنتا، يعني لقيت عندها انفصال في البلاسنتا. حلو حلو، خلاص انت شخصتها ان هي عندها انفصال في البلاسنتا. جبت ست تانية وعملت لها السونار، وما عملت لها السونار لقيت الايه، مش انت مش شايف حاجه او مش لاقي ابربشن بلاسنتا في السونار، فكده انت مشخصتهاش. هل كده لو انت ما لقيتش حاجه في السونار، هل ده يدل ان الست ما عندهاش ابربشن بلاسنتا؟ لا، ممكن تبقى عندها ابربشن بلاسنتا ومش ظاهره في السونار. فالسونار ده ايه؟ لو لقيت خلاص شخصت، لو ما لقيتش لا اتاكد بحاجات تانية بقى. تمام. ده ايه الحاجات اللي احنا بنعملها؟ ده نيرسينج مانجمنت ابروبش بلاسنتا، حاجات شويه حاجات بنعمل. نكمل برضو النيرسينج مانجمنت بتاع ابروبش بلاسنتا. اول حاجه العلاج بقى، او التقييم بقى، او كونتينوس ايفالويت الماترنال والفيتال فيسيولوجيكال ريسورسز. يعني لازم على طول تكون مقيم باستمرار الحاله الفسيولوجيه بتاع الابن اللي هو الجنين يعني والام خصوصا. يعني هتقيم ايه يا دكتور؟ هتقيم الفيتال ساينز اللي هو ايه الفيتال ساينز ديت، اللي هي التنفس، اللي هي الضغط، اللي هي الحراره، اللي هي النبض وهكذا، وتشوف النزيف، حاجه مهمه جدا لان الست من اصله شكوتها الرئيسيه النزيف اللي بينزل عليه. تمام. تالت حاجه الكترونيك فيتال اند ماترنال مونيتورنج تريسنج، يعني بتعمل فحص او بتعمل متابعه الكترونيه سواء للام او للطفل، سواء بقى تعمل لها رسم قلب هو هي او للطفل، تشوف ضربات قلب الطفل او وهي، يعني بتشوف كل حاجه عن طريق الفحص الالكتروني. بتشوف علامات الشك، علامات الشك زي ما انا قلت لك، يا ورا زي ما انا قلت لك قبل كده، ان هي زياده في النبض، شاحبه اللون، الجلد بتاعها بيبقى كولد، سائع اند مويست. تمام. ودكريس، ونقص في البلاد بريشر، نقص في ضغط الايه، نقص في ضغط الدم. طيب ديكريزنج لون اربوت، السي جي بتطلع كميه بول قليله جدا. تمام. نيفر بيرفورم افر، خلي بالك من كلمه نيفر دي، نيفر يعني بيقول لك ما تعملش خالص فاجينال او ريكتال، ما تعملش خالص اي فحص عن طريق الفاجينا او الريكتال اكزامينشن، او عن طريق الايه المستقيم من تحت عند فتحه الشرج كده. اور تيك اني اكشن، او تعمل اي فعل ذات وود استيميوليت اليوترين اكتيفيتي، او تعمل اي فعل بيحفز ان اليوترس يشتغل، لانك لو اليوترس اشتغل يا معلم راح جاي عمل انقباضات فنزود لك النزيف، فانا مش عايز كده خالص. خلي بالك من كلمه نيفر دي، نيفر دي مهمة جدا. طيب ديت حوالي ست حاجات انت بتشوفهم في العيان. اسس ذا نيد فور ايميديت، بتقيم بقى هل الست ديت عايزة دلوقتي ولادة في الحال ولا لا. قال لك اف ذا كلينت او كلاينت از ان اكتف ليبر، لو الست دي بقى دخلت في ايه، في الاكتف ليبر، يعني خلاص بتولد اهي، اند البليدنج عند البليدنج ايه كانت بي ستوبد، والبليدنج مش عارف توقفه ويز بيد ريست. تمام. يبقى انت اول ما شفت الكلاينت لقيتها انها هتولد خلاص، والبليدنج النزيف اللي انت مش عارف توقفه خالص عن طريق الراحه، هتعمل على طول ايمرجنسي سيزيريان ديليفري، على طول تولدها قيصري على طول. لقيت اول حاجه نزيف مش بيقف بالراحه، والست في خلاص هتولد وبتاع، على طول ولاده طبيعي، ولاده قصدي قيصري على طول ما توقفش. تالت حاجه بروفايد ابروبريت مانجمنت، طبعا هتوفر لها التعامل الصحيح او التعامل الكويس مع 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 الست. يعني ازاي؟ اول ما تشوفها كده تتعامل معاها، قال لك اون ادميشن اثناء دخولها المستشفى على طول، بليز ذا وومن اون بيد ريست، حطها في السرير ان لاترال بوزيشن. لاترال بوزيشن يعني ايه؟ على جنبها. ليه؟ عشان تمنع البريشر اون فينا كيفا، عشان تمنع الضغط على الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي، لان ضغطت عليها هيعمل مشاكل. تمام كده؟ تمام. بعدين قال لك ايه؟ انسيرت ا لارج جوج انترافينوس كاستر، حط لها قسطره كبيره انتو ا لارج فين، في فين كبير يعني في وريد كبير، عشان تنقل لها سوائل. وكمان اوبتين ابلات سامبل فور فايبرونوجين ليفل، هتاخد عينه دم عشان تشوف الفايبرونوجين عندها عن ليفل اللي هو مستوى الفايبرونوجين اللي هو بتاع التجلط كويس ولا لا. يبقى تاني اول حاجه تعمل ايه؟ اول حاجه اول ما تخش المستشفى حطها على جنبها، وعلى طول اول ما تحطها على جنبها ليه؟ عشان تمنع ان تضغط على ايه الاورده الكبيره. بعد ما تحمل كده تعمل ايه؟ تروح جايب زي ما بيكون كده قسطره، والقسطره تحطها في وريد اجوف مثلا علوي يعني عند الرقبه كده،
وعشان تنقلها فلويد، وكمان تاخد عينه عشان تشوف عينه دمها قد ايه، وتشوف كمان مستوى الفايبرونوجين اللي هو بتاع التجلط. تالت حاجه تشوف الفيتال هارت ريت، تشوف بقى الواد ده سرعه ضربات قلبه قد ايه اكسترنال يعني او خارج، اند ميجر ماتيرنال فيتال ساينز، وشوف الاشارات الحيويه بتاع الام افري 5 ل 5 كل 5 ل 15 دقيقه، واديها اكسجين تو المذر باي ماسك، واديها اكسجين عن طريق الماسك لو في اي مشكله يعني. بريبير فور سيزيرنز اكشن، يعني حضرها لاي عمليه قسريه، ويتش از ذا ميست اوف تشويس فور ذا بيرس، وهي الوسيله الاساسيه او الوسيله اللي احنا بنختارها عشان ايه نولد الولد، ما ينفعش ولاده طبيعي في الحاله دي. تمام، يبقى اول حاجه بتعمل تقييم الام والطفل، تاني حاجه بتشوف هل هي محتاجه دلوقتي اميديت ديليفري، عايزه دلوقتي تولد دلوقتي، وخصوصا لو هتولد نولدها قيصري، ونشوف نتعامل معاها كويس. نتعامل معاها كويس ازاي؟ قلت لك بقى اول ما تخش نايمه على جنبها عشان ما تضغطش على الفينات الكبيره، وبعدين نحط لها قسطره، وبعدين نشوف الفيتال هارت ريت بتاع الولد، لو عايز اكسجين ان لها اكسجين، وبعدين لو هي هتولد على طول ولدها سيزيريان سكشن عن طريق الايه؟ عن طريق القيصري. طيب اربعه بروفايد الكلاينت اند فاملي تيتشنج، يعني طبعا ايه علم الام وعلم العيله الحاله بتاع الام وازاي تتعامل معاها والكلام الهكس ده. رقم خمسه ادريس ايموشنال اند سايكولوجيكال نيدز، طبعا ايه يعني دعمها ايموشنال عاطفيا وسايكولوجيكال نفسيا، حاجات بقى بطيخ بقى يعني ايه اوت كم فروم مذر اند الفيتس ديبندز اون اكستنت اوف سيبريشن امونت اوف الفيتال هايبوكس اند امونت اوف بليدنج، يعني ايه بيقول لك الاوت كم، اوت كم يعني النتيجه بتاع الام والطفل بتعتمد على اكستنت اوف سيبريشن، يعني على مستوى الانفصال. مستوى الانفصال مين؟ البلاسينتا، يعني البلاسينتا انفصلت قد ايه من جدار الرحم، وكميه الفيتال هايبوكس، وكميه نقص الاكسجين اللي واصله للطفل، وكميه البليدنج، كميه النزيف اللي نازله. طبعا لو كل ما الحاجات دي تكتر كل ما الحاله تبقى وحشه، كل ما الحاجه دي تقل كل ما الحاله تبقى حلوه، يعني كميه النزيف اما تقل الحاله حلوه، كميه النزيف كميه الاكسجين اللي ناقص اللي راح للولد رايح له اكسجين زياده يبقى الحاله حلوه وهكذا. تمام، يبقى النيرسنج مانجمنت مهمه جدا جدا جدا. لو جاك في الامتحان يقول لك قول لي النيرسنج مانجمنت بتاع بروبش، بس انت هتقول له ايه؟ هتقول له دول انا اول واحد لغايه خمسه. طب لو جالك في الامتحان يقول لك ايه الكومبليكيشن بتاع الابروبش بلاسنت، هتقول له 1 2 3. ايه هي الكومن كلينيكال مانيفستيشن، ايه الاعراض الشائعه بتاع الابروبش بلاسنت، تقول له 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام او 7. تمام، طيب كده خلصنا ابروبش بلاسنت. فانت لما تيجي تذاكر ابروبش بلاسنت يعني حاول تذاكرها ديفينيشن ايتيولوجي زي انا علمتك المره اللي فاتت، والهيمورج وتشخص ازاي وتعالج ازاي، وسيبك بقى من المارجنال هيمورج ديت، وذاكر بعديها على طول ايه الكومبليكيشن المضاعفات، وذاكر بعديها الكومن كلينيكال الاعراض العامه، وازاي تتعامل مع واحده جايه لك في الاستقبال او جايه لك في المستشفى عندها ابروبش بلاسنت. طيب حاجه اسمها رابشر فازا بريفيا، يعني ايه رابشر فازا؟ قال لك ان الفيلامنتس انسرشن اوف الكورد، يعني اثناء الكورد اللي هو الامبليكال كورد اللي هو الحبل السوري، يعني اثناء ايه غرزه يعني او مغروس في الايه في الفيتال ايه في الفيتال فيزلز، في الفيتال فيزلز يعني ايه؟ يعني الحبل السوري، نجيب الصوره اهو، حبل السوري اهو يعني راشق في الولد من جوه، طبعا الحبل السوري راشق في الولد بالفيتال فيزلز بتاعته وراشق في البشيمه هنا. تمام، طيب ايه اللي حصل بقى؟ قال لك سام اوف ذا فيتال فيزلز، يعني بعض الاوعيه الدمويه بتاعت الجنين في الممبرينز في الخشيه يعني كروس ذا ريجن اوف الانترنوس. كروس ذا ريجن اوف الانترنوس يعني ايه؟ يعني بتعمل كروس يعني بتعدي على منطقه الانترنوس، وترك الانترنوس ديت هي الفتحه الداخليه بتاع السيرفكس بتاع عنق الرحم، يعني لقيت الحبل السوري الفيزرز بتاع الواد ده عدت على الانترنال اوس الحته اللي تحت دي اسمها الانترنال اوس، دي الفتحه الداخليه، والفتحه الخارجيه اسمها الاكسترنال اوس اللي هي دي. فبقى لقيت الاوعيه الدمويه عدت على الانترنال اوس. طيب يا عم ماشي، بعدين فقال لك بقى وين الممبرين روبشن، الممبرين اللي هو ايه اللي هو الغشاء اللي حوالين الولد، اول ما يفرقع ايه اللي هيحصل؟ ذا فيتال فيزلز ار تورن، يعني يعني هو الممبرين بتاع الولد اللي هو الغشاء اللي حوالين الولد. تمام، ده طبعا اما الواد يجي تتولد، اما الواد يجي يتولد بيحصل ايه؟ الممبرين ده بيفرقع عشان ينزل الميه اللي جواه، فاول ما ينزل الميه اول ما يفرقع فطبعا الاوعيه الدمويه هنا عند السيرفكس، فالواد عايز ينزل، فلو جاي ضاغط على الاوعيه الدمويه وكمان الممبرين فرقع والميه نزلت، فده كله ضغط على الاوعيه الدمويه، فالاوعيه الدمويه ايه؟ اتصابت او فرقعت، حصل لها اصابه يعني، فنتج عن كده ايه؟ نتج عن كده نزيف. فقال لك هو ان الممبرين اول ما الممبرين مش فرقع الاوعيه الدمويه بتاع الولد تورن، اتعورت او اتخبطت او فرقعت،
اند بليدنج اوكيورز وحصل نزيف which is slight. slight يعني بسيط مش كتير يعني. الفيتال هارت ريت ابنورماليتيز ار ديتكتد. ممكن تلاقي ضربات قلب الولا غير طبيعيه. ليه؟ لنتيجه النزيف اللي حصل ده. يبقى ايه اللي حصل من الاخر بقى عشان نلخص الحوار ده؟ قال لك ان الاوعيه الدمويه بتاع الولا مالها نزلت قعدت على الانترنال اس كده حلو، اما من البرين بقى يجي فرقع ايه اللي هيحصل؟ شويه ميه هينزلوا كده والواد طبعا هينزل، فلو جاي ضاغط على الاوعيه الدمويه بتاع الولا فلو جاي ايه حصل لها اصابه وطلع شويه دم، والدم ده بسيط وانت هتشوفه وهو نازل. طيب انفستيجيشن بقى الفحوصات، قال لك الفيتال بلاد كان بي ديتكتد باي، يعني دم الجنين ممكن انت يحصل له ديتكشن. طبعا ده في صوره الفازا بريفيا زي ما انت شايفينها كده، شويه ادي الحبل السوري قدامك اهو، دي شويه حاجات مفرقعه من الايه من الطفل. ما علينا يعني. قال لك الفيتال بلاد كان بي ديتكتد، يعني الدم بتاع الطفل بتحدده ازاي؟ عن طريق بيشنت تيست. يعني ايه؟ يعني بتعمل اختبار كده 4 6 دروبس اوف انتي بارتم هيمرج بلاد از ادد تو 10 مللي اوف ووتر زين 2 مللي اوف صوديوم هيدروكسيد از اد. يعني الكلام ده ايه؟ قال لك هتجيب 4 6 نقط من الانتي بارتم هيمرج. انتي بارتم انتي يعني النزيف اللي قبل الولاده، قبل الولاده خلي بالك تمام. هتجيب الست نقط دول مالهم هتحط عليهم 10 مللي ميه، وبعدين تحط عليهم 2 مللي صوديوم هيدروكسيد. حلو، يبقى تجيب شويه دم من عند الولد ست، حوالي ست نقط كده ولا حاجه، تحط عليهم 10 مللي ميه، تحط عليهم 2 مللي صوديوم. ماشي. قال لك الفيتال بلاد ريمينز ريد او بينك. لو لقيت الفيتال بلاد ريمينز ريد او بينك يعني لونه احمر او بينك كده فاتح فور اتليست على الاقل دقيقتين ان ترنس، وبعدين اتحول الى جرين او براون يعني اخضر او بني بعد 10 دقائق 20 دقيقه، نتيجه ايه؟ نتيجه الريزيستنت، نتيجه المقاومه للالكالي ان الفورميشن اوف الكالين هيماتين، نتيجه في حاجه ماده كده اسمها الكالين هيماتين اللي هي بتاع الدم يعني هي اللي خلت لون الدم كده. طيب قالك if the blood is maternal in origin يعني لو الدم جاي من الام الترنس جرين براون وزن 10 سكندس. تمام كده؟ طيب احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا جبنا شويه بلاد، ما نعرفش البلاد ده بتاع مين، جبناه قبل ما ايه؟ قبل يعني نزيف قبل الولاده، جبنا شويه بلاد كده ست نقط 1 2 3 4 5 6 تمام؟ وجاي دلقين عليهم ميه 10 مللي ميه 10 مللي حطينا كده جوه H2O ميه 10 مللي. اتنين وجاي دلقين عليهم صوديوم هيدروكسيد 2 مللي. حلو؟ حلو. لو الولا لو الدم ده كان لونه ريد او بينك لدقيقتين وبعدين اتحول اخضر او براون بني بعد 10 15 دقيقه، ده يدل ان الدم ده جاي من الطفل مش جاي من الام. طيب لو جاي من الام اعرفه ازاي؟ قالك لو الدم ده لو جاي من الام بيتحول على طول لون اخضر او لون براون في 10 ثواني، في 10 يعني اول ما تحط الخلطه دي على بعضها في 10 ثواني على طول تلاقي الايه الدم اتحول لجن او براون. طب لو الطفل لو الخلطه ديت قعدت دقيقتين لونها احمر وبعدين بعد 10 دقائق لقيت ان هي لونها اخضر، يبقى الدم ده جاي من الولد. يبقى احنا عايزين نشوف الدم ده جاي من الواد ولا من الطفل، من الواد ولا من الام. لو من الولد هيقعد اول حاجه دقيقتين لونه ريد او بينك وبعدين يتحول الى جرين او براون من 10 20 دقيقه. لو جاي من الام يبقى لونه جرين او براون وزن 10 سنتيمتر في 10 ثواني. او تعمل حاجه اسمها سبكتروميتر اللي هو الجهاز اللي عندك ده، ده اسمه جهاز، ده عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز بيعمل ايه؟ الفيتال هيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين بتاع الطفل يعني شو ديفرنت انتر فايروت ابزوربشن، يعني بيشوف حوالي تغيرات في الالترا فايروت. الالترا فايروت اللي هو تغيرات في الايه؟ في الاشعاع يعني عن الادلت هيموجلوبين، عن الهيموجلوبين بتاع الايه؟ بتاع الناس الادلت اللي هم الناس الكبار. فانت بتروح جاي بشويه هيموجلوبين بتاع الطفل وتشوف لو الهيموجلوبين ده استجاب للالترا فايروت يبقى ده بتاع الطفل، لو ما استجابش او امتصاصه ما استجابش يبقى ده ادلت بتاع الناس الكبار يعني. بلاد فيلم، تعمل بلاد فيلم، تعمل تجيب شويه دم وتعمل بلاد فيلم. فيتال ار بي سيز كان بي ديتكتد اللي هو الكرات الدم الحمراء بتاع الطفل ممكن تحددها عن طريق حاجه اسمها سبيشال سايتوكيميكال ستين. يعني ايه؟ انت بتجيب شويه دم من الولد وتحط حطهم في طبق كده وبعدين تحط عليهم ستين صبغه اسمها سايتوكيميكال ستين، دي اسمها الصبغه. تمام؟ تمام. اند ات مي بي نيوكليتد، يعني طبعا دم الطفل ده بيبقى فيه الدم اللي هو الار بي سيز كرات الدم الحمراء بتبقى فيها نيوكليوس، فيها
نواة. الطبيعي ان اي كرات دم حمراء ما فيهاش نواة، اللي هي الماتيور اللي هي الناضجة، يبقى كرات الدم الحمراء الناضجة ما فيهاش نواة، لكن ممكن بدأت الطفل تلاقي فيها نواة. ليه؟ ان حضرتك جبت دم الطفل اللي هو الجنين، الجنين نفسه بتجيبه وتحط عليه صبغة، ولو لقيت ان هي نيوكليتد يبقى عادي، ده ما فيش مشكلة، ده دم بتاع طفل. طبعا الست اللي عندها فازا بريفيا ديت، اللي عندها الرابشرز البلاد فيزلز بتاع الطفل اتفرقعت، على طول هتعمل ايه؟ ايميديت سيزيريان سكشن، على طول والدها قيصري في الحال، ما تستناش. تمام. يبقى احنا خدنا ايه؟ المارجنال هيمرج كده، عدى عليها بعينك، احفظ بس الديفينيشن. الباقي ده كله ايه؟ ده كله بطيخ. بس عايزك في ده كله بطيخ ده تعمل ايه؟ تقرا الجمله دي اللي هي ايه؟ هتعمل الترا ساوند، هتلاقي البلاسينتا في مكانها، بس ما فيش نو ريترو بلاسينتال هيماتوما. التريتمنت هو نفس التريتمنت بتاع البلاسينتا بريفي، ما تحفظوش. نرسم ماجو قبل البلاسينتا، طيب نشوف الكومبليكيشن، نشوف الاعراض العامه، ازاي تتعامل مع الحاله بتاع برامج بلاسينتا. في موضوع تاني خالص اسمه رابشر بازا بريفي، ده عباره عن شويه بلاد فيزلز بتاع الطفل فرقعت. طيب اعرف ان زي دم الطفل ودم الام، اعمل اربع تيستات او ثلاث تيستات. تمام. نجيب بقى اللي هي الخلطه اللي انا قلت لك عليها ديت، وفي جهاز اسمه سبكترو ميتر، في بلاد فيل. تعالج الحوار ده ازاي؟ على طول ايميدي سيزيرين سكشن، على طول تعمل علاج بالقيصريه. تمام كده خلصنا اول مذكره، هنخش بقى على الدايبيتس جستيشنال دايبيتس في محاضره تانيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.